The evidence of human agriculture ingenuity is the oases that have been modeled since ancient times thanks to water. The Saurian oases are generally in the southwest of Tunisia, definitely in Nafta and Kabylie. This region is known by producing a good quality of dates. As we also find the mountainous oases a little more to the north, exactly in Midis. الواحات هي في الأصل الأصل الأصيل توجدت طبعا بوجود الماء، خاطر من غير ماء ما نجموش نسمى، ما توجدش واحة ما توجدش حياة. عندنا قدوس كما يقولوا يركبوا شقفة، ثم قدوس طاسة كان فيها مخطاف وكيلوا بالقدوس، كيلوا بالقدوس كل واحد قداش يملك، واحد 10 واحد 20 واحد 50 واحد 40، كل قدير وقدرة. الماء طايا كان بالقدوس. طورت الواحة بالنظام اللي متعارف عليه في العالم، اللي هو الواحة ذات ثلاث طوابق: الطابق العلوي اللي هو النخيل، والطابق الوسط اللي هو الأشجار المثمرة أو الزيتين وما شابه ذلك، والطابق السفلي اللي هو الخضر والأعلاف. نجم نضيفه، الناس كل تتكلم هي في الحقيقة على ثلاث طوابق، لكن نجم نضيفه طابق رابع اللي هو الطابق المتحرك، أنا نسميه اللي هو تربية الماشي، لأن هذاك حتى هو هذاك كي يدخل في الواحة عنده قيمة كبيرة من ناحية زيادة في الإنتاج، ومن ناحية خاصة السماد العضوي، ومن ناحية استغلال الفواضل وكل ذلك. The oases are the result of human intelligence all along history by the native population that transmits its know-how from one generation to another. Agriculture practices have evolved continuously, thus allowing the conservation of genetic resources. The huge number and various civilizations that the region passed through contributed in the development of oases, considering the multitude of their social and cultural experiences in relation with the oases. The oasis has well governed the lives of people, their food, their furniture, and their clothes, and mainly all their environment is stemmed from this God's gift. كذا اللي معنا جمعان زيتون نحش الفصة، يظل عندنا اللفت والخضرة ننقي منها الحشيش ونقلع الخضرة نهز نبيعها في السوق ونبيع اللفت ونبيع السليك ومعدنوس وكرافس وكل شيء. ليز سبيس معناها لي فاريتي، معناها لا بيوديفيرسيتي موجوده، انما لازم نحافظوا عليها. احنا الواحه القديمه هذه كان مغرس على نخل ورمان وكرم وزيتون، تعرف لاحه العرب، وكانوا يزرعوا فيها معناها خضره ولفت وجميع الغلول. الفلاحه هذه ورثناها على جدودنا قبل، ملي قمنا احنا قمنا في بلاصه فيها الفلاحه، فهمت كيف؟ هذيك علاش احنا جينا فلاح، ليش الارض احنا ما عادش ما ثمش، ما عادش شبان صغار باش يقيموا، توا كيما اللي عندنا في البلاد ما عادوش يقيموا شبان صغار، اما احنا ما لازمناش نخلوه. ليش؟ هذه حاجه خلها لنا كنز جدودنا ما لازمناش نخلوه بها. وبالتالي هاك اذا كان نحاولوا باش نرجعوا للواحد، يلزمنا ما نرجعوش بالنخيل بركه، ولا ما نرجعوش بالزيتين ولا بالمنظومه الوحيده. ثقافه كامله تبنت على الاتجاه نتاع تطوير الواحه اللي هو شبه احادي، احادي الصنف احادي النوع. تعود لا تعود واحه فيها نخيل واشجار مثمره ولت نخيل برك، وفي عود نخيل بركه ولت دقله برك، دقله نور برك، معناها مونو كلتير مونو فاريتا. شنو اللي لزنا للشيء هذاك؟ مش المواطن ومش الواحد، المشكل في ظروف، وخاصه ما يعبر عليه معناها من السوق، وهو اللي ما يخليش المواطن تو الفلاحين. بعض الفلاحين وقت اللي تحكي له على الاصناف، خاصه الاصناف اللي كانت متداوله والمعروفه، كانك تحكي له على اولادها، معناها يحبها، لكن كي تمشي تقول له ازرع منها، ارجع ازرع منها، علاش باش نحافظوا عليها،
يقول لك يا أخي المردودية الاقتصادية نتاعها معناها ما تسمحليش في ظروفنا الحالية أن تكون معناها عندها قيمة، حتى ولو نرجع نرجعك أبا باش ناكل منها أنا ولا نهدي منها لأصحابي ولا، لكن يتجبر باش يمشي في الاتجاه اللي هو السفينة اللي هز الناس كل اللي هي سفينة ضغوط السوق. إذا كان الفلاح ما يوصلش باش يبيع ويدخل فلوس لجيبه وعايش عائلته وكل شيء باش يولي غادر الواحد، فهمت ولا؟ وذاك علاش يسمى ينوع ويحافظ على هذه التنوع البيولوجي عنده، ولكن خاصة يتأقلم مع الاقتصاد السوق هذا اللي داخل والعولمة. الفلاح يعني إذا كانت خارج السلعة نتاعه يوحل ما يلقاش كيفاش يروجها، والتكاليف فهمت لا أكثر من المدخول، والنتيجة هي كون برشا عباد والتتبيع في الغيب نتاعها وتهاجر، وهاو برشا حوايج نشوفوها قدامنا، فما غيب يبس تستن خدامة غالية ولا ولا الله صلى الله وما تصور شيء، برشا ناس غيب هملت وبرشا غيب كان يملكها واحد بركة ولا يملكها 12 واحد 15 واحد. قبل كانت الناس تخرج من ديارها الفجر تروح في الليل نهار كلها هنا في الواح، حتى من غدا يجيبوا لها في الغابة نتاع كل شيء. تو ما عادش الارتباط الكبير وكل شيء، ولكن يلزم نحافظوا عليه، يلزم معناه برنامج كبير، حتى إلى أن جاءت هذه المنظمة العالمية للتغذية لفو وفوق منها معناها الأمم المتحدة جابوا برنامج اللي هو معناها كيف يمكن معناها المحافظة على حوايج تاريخية تراث كبير باش يندثر في العالم أجمع، فهمت لا؟ وهو الوحيد واللي صمد على مرة العصور. اختاروا تقريبا شيء 7 ولا 8 مناطق، شيء في البيرو شيء في نعرف وين، وجوه هنا في أفريقيا الشمالية لقوا الواحات هي أحسن مثال. فما بعض مقاييس صعيبة ياسر محسب الربي باش معناها لقيناها موجودة في الواحة التاريخية نتاع قفصة، هي كونها واحة أولا قديمة، ثانيا مازالت محافظة على التراث نتاعها في التقاليد والزراعة وغيره كذا، وثالثا تداولت عليها حضارات وحضارات اللي هو مش موجود في بلايص أخرى كل شيء، وفما حوايج معناها تقاليد وأساليب اللي هي معناها من آلاف السنين ومازالت تو تمشي قبلها، ولت معناها هي باش يعتبروها كنموذج يحتذى به. وبدأنا معنا أولا بالدراسات، فما الدراسة ساعش فيها الوحدية كيفاش تخدم كيفاش كذا، اشي مشاكلها اشي الحلول، هذه حاجة من ناحية الفنية. وشني العراقيل خاصة العراقيل شني عراقيل الماء، أولا العقار الإرشاد الفلاحي القروض ثم ترويش، ثم بعد عنا الجانب الثقافي. ثقافي شنو؟ عنا تراث كبير مع الوحد، مثلا هذه اللي كنا نحكي عليه كيفاش الاساليب هذه لازم تبقى. ثم الانواع نتاع الغلز هذا كيما نقولوا احنا في الزيتون عندنا الشمشالي عندنا الزرازي عندنا الوسلاتي عندنا كذا، الرمان قلت لكم عليه يجي 7 ولا 8 انواع، لازم هذه تحط كلها في كتب. Ce système ont des valeurs particulièrement importantes non seulement du point de vue sécurité alimentaire, ils sont extrêmement importantes du point de vue de la biodiversité. Il y a une connaissance locale de gestion des terres, de gestion de l'eau, des animaux, des plantes, des pestes qui sont été développées autour de ces systèmes et que les paysans pratiquent et continuent à pratiquer, qui sont de grandes valeurs non seulement pour le passé mais aussi pour l'avenir. Nous travaillons aux 3 niveaux. Au niveau mondial, c'est la labellisation comme patrimoine mondial de ces systèmes. Par exemple, les oasis de Gafsa en Tunisie est un patrimoine mondial d'oasis, mais aussi un patrimoine national pour la Tunisie. Au niveau national, nous travaillons avec le gouvernement, avec les institutions locales, les institutions nationales, les institutions régionales, pour voir comment le développement agricole pourrait être bénéficiaire pour ce système, mais surtout
comment on pourrait éviter que ce système disparaisse dans leur contexte actuel. Au niveau local, nous travaillons avec les populations locales pour valoriser leurs produits, pour labelliser les produits locaux avec le titre de patrimoine agricole de ce pays. Et nous essayons de promouvoir, en quelque sorte, l'accès au marché pour ces produits. Nous travaillons avec les populations locales, nous préparons les plans d'action, comme ça a été le cas de Garfsa, et ces plans d'action sont mis en œuvre par les populations locales, par le gouvernement, par les institutions locales, avec l'aide financière qui viendrait, dans ce cas-là, vient de FIDA ou de l'AFO ou d'autres institutions mondiales comme Fonds Environnement Mondial. Oasis is threatened by climate change, deficiency of irrigation water and abandon. That's why FAO intervenes. يا عرجون الدقلة يا عالي العتاب طعمك ما يلحقنا كان ريق الأحباب يا عرجون الدقلة يا عالي العتاب طعمك ما يلحقنا كان ريق الأحباب يا عرجون الدقلة يا عرجون الدقلة يا